تركت مفاتيحي في المنزل الأسبوع الماضي. دائما نبدأ بالفاعل. تركت، من الذي ترك؟ أنا. إذن هنا الفاعل ضمير I. الفعل يترك leave. الماضي من leave left. I left. تركت مفاتيحي، مفتاح key، مفاتيح keys، مفاتيحي ملكية إلي my keys. I left my keys. تركت مفاتيحي في المنزل. دائما نستخدم هذا التعبير at، في منزل home. ممكن شخص يقول يجب أن نضع the، لا خلاص نحفظ at home في المنزل. الأسبوع الماضي أو في الأسبوع الماضي ممكن شخص يقول نضع at أو in في، لا الأسبوع الماضي مباشرة، الماضي last، أسبوع week، last week الأسبوع الماضي. I left my keys at home last week. لم أترك مفاتيحي في المنزل الأسبوع الماضي. أيضا دائما نبدأ بالفاعل، إذا الفاعل I نفسه. لم نحفظ دائما did، أحمل عليه أوضع عليها ذات النفي not. طبعا didn't هي اختصار لي not بهذا الشكل I didn't، لم. الآن أترك ممكن شخص يقول نضع left، وهذا خطأ. رجع الفعل left إلى المصدر، إلى المضارع. إذن صيغة أو التصرف الأول leave. I didn't leave. ممكن شخص يقول كيف نعرف أنه بالماضي؟ خلاص didn't هي اللي تشير أنه الزمن في الماضي والفعل وقع وانتهى في الماضي، في لحظة ما من الماضي. I didn't leave. إذا انتبه left أرجعها إلى leave. I didn't leave، لم أترك. أيضا مفاتيحي كما قلنا my keys، الأسبوع الماضي last week. طيب هل تركت مفاتيحك في المنزل الأسبوع الماضي؟ هل تركت؟ إذن بالماضي نحتاج إلى فعل مساعد يساعدنا تشكيل السؤال، كما هنا did ساعدنا تشكيل النفي، did أيضا يساعدنا تشكيل السؤال. did هل، هل تركت أنت؟ إذن I رجع إلى you. did you، هل أنت؟ أيضا رجع left إلى leave، إلى صيغة المصدر. إذن دائما بعد did نستخدم الفعل بصيغة المصدر، يعني بالتصرف الأول للفعل بدون أي إضافة. Did you leave؟ هل تركت؟ أيضا مفاتيح، ننتبه هنا my keys مفاتيحي، الآن مفاتيحك رجع my إلى your، إذن your تصبح your. I my، إذن ملكية. أيضا keys مفاتيح last week، إذن الأسبوع الماضي. ونضع question mark. Did you leave your keys؟ طبعا ما ننسى at home، at home في المنزل last week. الآن نعم تركتها، دائما أول كلمتين بالسؤال أجيب بهم أو بهم. did you، هل أنت؟ طبعا تصبح yes، أحول هل تركت أنت، نعم أنا، أرجع you أيضا إلى I وأجيب ب did. دائما إذا كان موجود did أجيب ب did. do do، does does، دائما أول كلمة أو فعل مساعد أسأل به أجيب به. yes I did، نعم تركتها. no أيضا I did not، إذا بهذا الشكل. I left my keys at home last week. I didn't leave my keys last week. طبعا أيضا هنا نسينا at home، لاحظين at home last week. did you leave your keys at home last week؟ yes I did، no I did not.